شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة الحادية والثلاثين التي سوف تعقد في الجزائر برئاسة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في الأول والثاني من نوفمبر. ترأس اجتماع المجلس معالي السيد رمطان العمامرة وزير الخارجية الجزائري وبحضور معالي السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه وبحث اصحاب السمو المعالي والسعاده وزراء خارجيه الدول العربيه الموضوعات المقرر عرضها على قمه اصحاب الجلاله والسمو والفخامه قاده الدول العربيه ومشاريع القرارات المقرر رفعها للقاده ومشاريع القرارات المرفوعه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير المرفوعه الى القمه اضافه الى تقرير الامين العام عن مسيره العمل العربي المشترك كما سيبحث الوزراء ايضا القضايا السياسيه العربيه من بينها القضيه الفلسطينيه والاوضاع في اليمن وسوريا وليبيا والصومال والامن الغذائي للدول العربيه ومستجدات الاوضاع الاقليميه والدوليه الراهنه وانعكاساتها على الامن القومي العربي